نهاركم سعيد مشاهدينا ليوم الأحد 8 حزيران 2014. نهاركم سعيد اليوم بنكهة ونفحة مميزة مختلفة بتستاهل نعطيها حقها كل حقها. نهاركم سعيد اليوم بيوجه رسالة للمعنيين وغير المعنيين. اليوم الـ LBCI عم بتواكب إعاقته، عم بيتحدى لمسؤولية أجهزة الدولة ولا مبالاتها بآلاف المعوقين أو عدم تقديم الخدمات اللازمة. عم بيتحدى التمييز اللي بيعاني منه المعوقين بمجتمعنا. اليوم مايكل بمواكبة مغاوير الجيش اللبناني وبرفقة الـ LBCI عم بيوصل رسالة بتخرق كل الضمائر من خلال تحدي المخاطر وإعاقته وتسلقه صخرة الروشة. قياس بونجور ندى. بونجور لك، بونجور لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا اليوم بهالحلقه الحلوه كثير بهالتأس الحلو مع مايكل، مع مغاوير الجيش، مع ضيوفنا النائب سيمو ابي رميا رئيس لجنه الشباب والرياضه، مع النائب خليفه نائب المعالجين الفيزيائيين بلبنان. غياس نحن اليوم شو رح نشوف؟ مايكل رح يتحدى يعني يمكن العالم من خلال تحدي نفسه وتحدي اعاقته. بالفعل، وهو العنوان الاساسي ندى انه هو أول رقم قياسي بالعالم من هالنوع. ومايكل يعني بعد الأرض، ما بدنا ننسى مايكل أنه عمل 60,000 خطوة بعد الأرض، اختار الروشة مثل ما هيدا العنوان الأساسي، لأنه بيعتبر أنه الروشة بتجمع كمان اللبنانيين مثل الأرض. مايكل بعمر 33 سنة، إعاقته هي 75% شلل كلي، رح يطلع صخرة الروشة يتسلقها حوالي 40 متر. عم تشوفه بهالوقت عم يتحضر لمايكل، صور معبرة جدا عم تشوف مع النشيد الوطني اللبناني. النشيد الوطن اللبناني فعلا. منيحة مايكل، كثير منيح. مثل ما قال لك جنرال، ما تتعب حالك بهالقسم، أهم شيء. إذن بعد النشيد الوطني اللبناني اللي عم يفتتح أكيد هالحدث العالم إذا فينا نقول، يلي فيه الكثير الكثير من الإرادة، يلي بيعرفوا لمايكل حداد وبيقعد معه بيعرف هالشاب قد إيه إيجابي دايما، قد إيه عنده إرادة كبيرة وقوية. وهون قبل ما نبلش مرة جديدة بنرحب بسعادة النائب سيمو أبي رميا رئيس لجنة الشباب والرياضة. لما تشوف هيك حدث رياضي، أول شيء شو بتحس إنه الرياضة بعدها موجودة بهالبلد يلي دايما عم بيكون عم بمر بمصاعب رياضية يعني كتير هيك كبير. حدث رياضي يكون في شاب معوق مثل ما قال قياس 70% إعاقة وعم بيتحدى فعلا إعاقته وعم بيتحدى يمكن المخاطر كلها من خلال تسلق. اوكي مايكل، إذا عم تسمعني اعمل إشارة بإصبعك اللي بتحبها أنت. الوان ليك عم تسمعني كابتن؟ كثير إنه عندنا طاقات مثل مايكل حداد، أنا عم بتواصل معه من زمان وعم بطلب منه شغلات. بعرف قديش هو حابب يعلي اسم لبنان بكل المحافل الدولية الرياضية، بعرف قديش عنده إرادة وطاقة، وبذات الوقت عندي حسرة وأسف لأنه الدولة اللبنانية هاملة تماما الرياضة أولا والرياضة البارولمبية، لأنه بعرف أنه مايكل طالب إمكانيات كبيرة ليقدر يمثل لبنان بالمحافل الدولية الرياضية، ولسوء الحظ الدولة اللبنانية أبدا ما عم تقدر تواكب مايكل بكل طاقاته وبهالإرادة اللي عنده إياها. وبالتالي على كل الاحوال اليوم نهار مهم جدا، لانه مايكل عم ياخذ حقه. اولا شكر كبير للال بي سي، لانه عن جد هيك امور مهمه بتخلينا نرجع نحلم انه في عنا وطن اسمه لبنان، عندنا طاقات شبابيه مثل مايكل وغير مايكل قادرين انه يخلوا علمنا يرفرف بعالي بكل المحافل الدوليه. اكيد قبل ما ننتقل للنائب خليفه رح يكون موجود مع الكابيتان رودولف عقل يلي موجود الى جانا مايكل. كابيتان رودولف عم تسمعني؟ ايه عم بسمعك عم بسمعك. بس بنحطها شوي بالاجواء، شو الوضع حاليا؟ وقتين مايكل رح يبدا المهمه يلي عنده اياها.
مايكل شو ماشي الحال؟ ابتدأت المهمة تبعه من أول ثاني عرف فيها إنه يطلع من البوز. هلا صارت أصعب مرحلة تقريبا من المناورة هي هلا. هذه المناورة هلا الحبل كثير بمغط، هذا حبل ديناميك، هذا الحبل الديناميك بمغط كثير، سو عنده أول مرحلة 10 أمتار كثير صعبة. إذا بتحطها شوي كابتن، صعوبة الشيء اللي عم يعمله مايكل وين أكثر شيء صعوبة؟ بتحطها شوي بقد إيه حاضر ذهنياً، يعني بنعرف حماسه الكبير لمايكل وشفنا هالشيء، بس هلا قبل ثواني قليلة من الانطلاق قد إيه كانت معنوياته عالية؟ أوكي غياس، معنوياته كانت كثير عالية، وفي الجنرال لحوصر حدك هو عم يحكي مباشرة، إذا تحب تنتقل لإله بفصل لك الموضوع. على السمع، على السمع 10. عم تسمعني مايكل؟ هلا حولوا لي إياه لعند حضرتك، وصار هلا عم يسمعك بهاللحظة. مايكل من 10. هذه هذا مايكل، مايكل من 10 وعم بيتواصل مع مايكل حداد بشكل مباشر. بنذكر انه مايكل عم بيسمع حضرتك وهن على الهواء، يعني من اشهر طويله ندى مايكل تمرين متواصل، وبتصور كمان النقيب خليفه رح يقدر يحطها كمان بهالاجواء يلي تحضر فيها مايكل. وهون كثير حابين نعرف حضرة النقيب الصعوبة يلي ما حدا عم يقدر بعد يعني كثير توضح لنا اياها، الشلل الكلي يلي عنده اياه مايكل 85% مع الصعوبة يلي اليوم عم يقدر يلي رح يقدر اكيد يعملها وهي تسلق صخرة الروشة. يعني او شيء صباح الخير. صباح النور. بالحقيقة هو الشخص بيتعرض للإصابة وللشلل الكلي مثل حالة مايكل، يعني بفترة مبكرة من حياته تعرض لأكسيدان، وهالاكسيدان بالفقرات السفلى بالعمود الفقري ادت للشلل الكلي. بنعرف نحن الشلل الكلي يعني في شلل على صعيد الحركه الموتريسيتي وشلل على صعيد سنسيبيليتي على الاحساس، فبما انه ما عنده امكانيه ابدا يقدر يحرك الاجري او الاطراف السفلى بطريقه اراديه ولا قادر يحس فيهم، فهيدا الشيء بيقدر بيخلي عنده هالصعوبه اكيد بالوقوف والمشي وكل الاشياء تبعها. بالمقابل كيف يقدر يعوض عن هالشلل هيدا؟ المفروض يقدر يعوض عنه بتشغيل اليدين والاطراف العليا بالجسم وعضلات المعده وعضلات الظهر لتقدر تعوض عن الشلل الموجود. بده يكونوا هن الاقوى، يعني الجزء الاقوى من الجسم. عم نشوف هلا مايكل بلش مهمته الصعبه غيار، مشان هيك رح انتقل لرودولف. هلا بعد كم متر ببلش يشد؟ اي نعم عم نسمعك نحن كابتن رودولف، عم نسمعك وعم نشوف مايكل والله يحمي. عم نسمعك. اذا فينا نحكي على الفريكوانسي الثانيه اللي فيها انا والغياث مايكل جنرال. كابتن تفضل. كي عم تسمعني على هيدي الوسيله؟ عم تسمعني؟ نعم عم نسمعك. هلا مايكل اللي موضوع هو بالمرحله اللي هي الاصعب، المرحله انه هو كنت عم اقول لك الحبل ديناميك عنده الى 8 امتار، هيدي ال 8 امتار مجبور مايكل لانه ما عنده اجر، مجبور بايده، ما عنده يساعد باجره، مجبور بايده يروح هيدي ال 6. كما هيك بتشوفوه كثير عم بعيني، هي المرحله الاصعب. بيرجع بيجي مرحله صعبه ثانيه عند الصور بنحكي عليها بعدين. وفقنا الرأي، يعني مايكل ما عم يقدر يستعمل عم يستعمل جسمه الاسفل. صحيح عم يرتكز على استعمال اليدين وعلى عضلات الظهر وعلى ضيلة المعدة اللي قادرين يعوضوا شوي عن الأطراف السفلى. يعني مايكل بيتمرن بحدود 4 أو 5 ساعات يوميا لتقوية العضلات ولتضل بنشاطها الكامل تقدر تعوض عن جهاز السفلي. حتى بتلاحظ عنده جهاز مركب على الأورتيز، مركب جاهز ليقدر يحافظ له على على المفاصل بشكل صحيح، وهيدا مربوط حتى على الطرف السفلي من الظهر. يعني عم نشوف كيف مايكل هو عم بيتسلى بذات الوقت عم يجرب يحمي حاله غياث من الصخر، يعني او عنده هالتركيز الرهيب على المهمه اللي عم بيقوم فيها. شايفه للاسف يعني اجهزه الدوله، ولكن اسمح لي اقول لك انت رئيس لجنه الشرطه.
الشباب والرياضة. يعني انتو كنواب وين مسؤوليتكم؟ 128 نائب، معليش ما منشوف حتى في مراعاة بمجلس النواب لا درج لا لا أمكنة مكاتب لا ذوي الاحتياجات الخاصة، ما في موظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالدوائر الرسمية بمعظمها، وحتى بمجلس النواب ما في نائب من ذوي الاحتياجات الخاصة. لكن بلبنان عندنا قوانين متطورة بما يختص بذوي الاحتياجات الخاصة، لكن لسوء الحظ تطبيقها وتنفيذها عم بينعمل بشكل غير او لا تطبق، مش انه ما عم مش انه التطبيق سيء لا تطبق. يعني انا بدي اقول لك شغله، اول شيء بما يختص بالرياضه مايكل بالتحديد، هلا عم شوف هذه المشاهد وفي دمعه بعيني، لانه مايكل على مدى 4 سنين عم يتواصل معي وعم يطلب وعم بيعمل صرخه كان دائمه انه اعملوا معروف ساعدوني. انا عم بروح عم بحمل علم لبنان، عم جيب ميداليات، عم خلي العالم تحكي بلبنان بهذه البطولات الدوليه، ونحن لسوء الحظ عايشين حاله من الاستسلام بهذا الموضوع. يعني اللي بدي اقوله انه معك حق، الدوله عندها مسؤوليه كبيره، والدوله ما قامت ابدا بواجباتها بهذا المضمار. انا بعرف انه في قوانين معموله على صعيد ذوي الاحتياجات الخاصه، ان كان على الرسوم على السيارات، ان كان على الطبابة بمعنى انه وزارة الصحة بتغطي والشؤون بترجع بتغطي الاسم الاخر الى ما هنالك، لكن هيدا كله غير كافي. مثل ما عم تحكي كمان في قانون العمل، نحن موعينا لاتفاقية اتفاقية العمل الدولية اللي بتحتم انه يكون في ذوي الاحتياجات الخاصة في نسبة معينة من الموظفين بالدوائر الرسمية وبالشركات الخاصة هن ينتمون الى هذه الفئة من العالم، وبالتالي لسوء الحظ حتى هذه القوانين لا تطبق بلبنان. المشكلة عندنا هي التطبيق القوانين، لأنه قوانين أكيد بعد بدها تطوير، بعد بدها تفعيل، لكن ما تطبق أبدا. يمكن 13 من 10 كمان في بعض القوانين بدها آلية تنفيذية. على السمعة مرسية تنفيذية، مرسية تنفيذية هي يلي فدونه بالحل ضلوا معه هون. كابتن رودولف، كابتن رودولف عم تسمع لي؟ أوكي 10 كابتن رودولف مايكل، بس عم تحطها شوي شو وضعه مايكل؟ يعني عم تشوفه هون شوي عم بيعاني يعني هو عم حاطه على كتفه وحاطط شعره جوف على ظهره. بهذه المرحله مايكل بمرحله رح يصير بالمرحله الصعبه مجبور يفك هذا الجهاز اللي عم تشوفوه اللي بسموه قبضه الارض، رح يفكه عن ايده يحطه على خصره ويكفي على ايده. هي المرحله تعتبر هي المرحله الاصعب والاكثر وحده. هالقسم الصغير قبل ما تبلش بدي اياك تكون انتهيت على الاخر. انت بتعرف انا رح توصل على اصعب مرحله هلا. بس كثير عم اللي وقف فوقي بس لان عم يقلب علي حجار، خلي ينتبه. بعرف هودي الحجار، مش حجار هودي رمل وتراب، هودي ما فينا نعمل غير حل. بدك كرمالك حاطين كاسك مايكل. كيف؟ هلا شفت حجار.
ممتاز مايكل، ممتاز عروي، خذ وقتك. مايكل خذ وقتك مثل التدريب فوق، اعتبر نحن بالتدريب، بعرف انت هلا رايق وكل شيء، بس خذ وقتك. اوكي بدي اشوفك وقت تبلش، لا انا بفوت الوقت كون ماشي معك بالامان. اوكي شو مايكل وقت بدك تبلش يلا اعطيها بعد 10 ثواني وبنعمل شي 5 امتار بعمل لك انا الكاونت داون لتبلش. اوكي هيك انا بفوت الوقت بمشي مع الامانات. لا نستقر هون كثير سفر. بعرف كرمال هيك هلا بدنا نمشي معك لانه نحن بنخاف انه يقرص الحبل بمحل معين، واذا قرص الحبل بمحل معين ما بنقدر يكون الامان كثير فعال، كرمال هيك انا وياك بدنا نعمل من هون وطالع بقول لك بتبلش تعمل مترين ثلاثه وبتوقف. مايكل من 10 اوكي مايكل رح تبلش يلا ورح نحن نمشي امانات. يلا امان يلا امان يلا 19 من 10 علسما علسما كل نقزه خليه يركز يحط ايده ويطلع روان بدون يركز مضبوط يزيح الحبل عن الحجر ويطلع روان نتفي اوكي 10 تلاقيتك مايكل انت اكيد تلاقيت حكي العشره بس انا ارجع اكرر لك اياه خلي يكون كاونت داون على امر مني وانا هيك بكون ماشي مع الامانات وخذ وقتك انت خلصت التقريب انا عندنا هالمرحله الصعبه اوكي بس ريح شوي اوكي 10 ثواني ريح ومنبلش
خمسة أربعة ثلاثة حط إيدك على الحبل اثنين أوكي مايكل واحد إيدك على الحبل إيدك على الحبل لتضلك موازن حالك يلا جو منيحة مايكل منيحة منيحة مايكل بعد بدي متر مايكل بدي متر منك متر بدي متر مايكل متر عارف عادل اوكي رح رايحك شوي رح رايحك شوي وقف مايكل احكي معي قل له شو في صعوبات لنفسق نحن الموضوع من المعروف عم الصخرة تقدر يسحب ولا هو معلق بالصخرة ما في يسحب هيك تلاقيتك عشرة كرمال هيك هلا رح انزل طل عليه وساعده شوي بالحكي اوكي معك رح شده انا وبدك تعمل الفوش معي كلنا واحد من لازم نشد ايه يلا واحد اثنين ثلاثة
اوكي واحد تعال شو عم تسمعني يمكن معلق تحت الفيجريت بخاطره بس ثاني بالصخره بركي بتسحبوا له اياها منا معلقه الفيجريت بس معلقه العقبتين السكيورتي عم بزحله اياهم وبكفي عادي بيت في شبيل ونتفي بيزمطوا بيت في شبيل وتنزيح جسمه على الصخره اوكي يا عشرة تلاقيتك تلاقيتك يلا واحد لا 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 شو هلا مايكي يلا هيدا شو هيدا هيدا لتحت ايش ايش واحد واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة ايه يلا واحد اثنين بس خلي شو شوي عليه بس يلا رائع يا مايكل ممتاز نقلة ثانية يلا انا مش عارف اي حبل بدي اطلع عليه يلا مش الحال مايكل مش الحال عم يسمعك مايكل وعم نسمعك نحن هون قل لي كل نحن هون يعني بحماس كثير كبير بنعرف انت قد ايه حماسك قوي وبنعرف ارادتك قد ايه قويه بس بدي اقول لك انه الجمهور يلي عم يتابعك هلا ان كان على تي في او على الروش كثير كبير وكلهم عندهم سألوا انت رح تقدر تتخطى المهمه يلي انت رسمها بعرف قد ايه معنوياتك عاليه نحن حدك ونحن كلنا ثقه انه رح تعمل الانجاز ثانك يو غياث اكيد عم بعملها لان كرمال لبنان كثير حلو يعني كلمه وحده بالفعل اي ودو سوري وبدي احيي كل العالم عن الشاشه واكيد قائد الجيش اللي عم يحضرني هلا لان لو ما ايمن فيي وايمن بلبنان وايمن بالضعف هو ما كنت انا اليوم ما احلى فوج بالعالم اللي هو فوج المغاوير والجيش اللبناني اللي هو بقلبي وبروحي عم بحمل الرسالة وحامل الأرض على ظهري وطالع فيها لفوق بدي افتح عالم لبنان لو شو ما صار الله يحميك الله يحميك ما فينا غير نقول هيك يعني مثل النار حلو كثير حلو كثير عن جد شيء مؤثر ما بعرف يرد حدا خلص هلا نحن ما رح نزعجه وعم نحضره بس شيء مؤثر بس قلبنا معه فعلا وشيء بكبر القلب وفخر حلو مايكل حداد حلو بطل لهالقلب وللجيش وللمغاوير حلو كثير حلو كثير لاحظ كيف عم يسحب الاطراف السفلى لانه ما لقيت ابدا الحياة بس وصل نجح بالتحدي غياس ما انتبهنا للوقت يعني أخذت وقت نص ساعة 29 دقيقة بس بدنا نشيل الوقت اللي وقف فيه وقتها كان كله على بعضه 29 دقيقة بعتقد قبل ما جيت هلا كان عم يدركوا عم بقول نص ساعة طلعنا فيه انه هيدي بدها ماكسيموم 10 دقيقة ربع ساعة حدا كان 19 وبالتالي صابها مزبوط على السما اوكي خلي التركيز موجود وعرويه ما بدنا نسرع في وقت كثير وربح التحدي وهيدا عالم لبنان اوكي 10 لقيتك يعني قد ايه اخر شقفه بالفعل مؤثره جدا مثل ما قلنا اجرم عليه خلص ما في يعني استعمل نسميه لبنان 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 لانه مايكل عن جد حامل بكل بعقله وضميره وقلبه لبنان وين ما بيروح مثال المواطن اللبناني المضبوط الصحيح يعني الصامت 100% يلي فعلا عنده كل هالايام وبيامن بكل شيء قاله مايكل هلا باخر مرحله لانه في كثير لبنانيين مثل مايكل بس للاسف ما عم بتزحلوا للطبقه السياسيه الا ما تصنفيني هون مش بايدي ما تصنفيني بهيدي الطبقه ندى انت بتعرفي بس بدي اقول شغله انه اهميه يعني مايكل على طول عم بيلقي رمزيه باللي عم بيقوم فيه مثل ما حكينا عن الارز هلا عن الروشه يعني عنده تعلق بلبنان
برموز لبنان بشكل غير طبيعي. والبرهان اللي قالوا انا عم بعمل هالشيء كرمال لبنان، وشفنا شو عمل من بعدها كيف باي طريقه انطلق بكل قوته لبنان، الجيش، الارزه، وللشباب يلي مثله بحالته وبغير حالته. يعني حي قائد الجيش يلي الحدث اليوم برعايته العماد جان قهوجي، حي قائد اكيد فوج المغاوير يلي عم يواكبوا على الارض وعم يعطيه معنويات وانطلق على طريقه لطوب. صحيح. مايكل وصار بين ايدين المغاوير اللي كانوا عم بيواكبوه من اعلى صخرة الروشة ومن اسفل كمان. اذا بيطلع فوقك وبيصوروا الكاميرات فوقك طرفات مع موتور من فوج المغاوير كمان عم بيواكبوه لمايكل حداد. عم تشوفها كابيتان رودولف. حتى شوي بالجو هلا كابيتان، شو عم يصير عندكم؟ هلا اللي عم بيصير مايكل وصل لفوق بده يطلع يحط العلم، من بعدها يمكن تفكر انت المهمة خلصت، من بعدها عنده رابيل. بالنسبة الإنسان اللي بيقدر يستعمل إجراء هيني، بالنسبة لمايكل حداد هو تحدي تاني، النزلة هي تحدي لأنه ما بيقدر يتفش حاله عن الصخرة. هيدا الشيء كنا عم نجرب نفسره على كل الأحوال كابيتان، يعني كنا بانتظار أكيد مايكل يحط العلم اللبناني ويقول الكلمة، لأنه كلنا ناطرين. بنعرف مايكل لما يعمل إنجاز بعبر من كل قلبه، ودائما لبنان عنده الأولوية. كلنا أكيد ناطرين السبيتش اللي بده يقوله على صخرة الروشة لمايكل حداد. اوكي، نحن هلا رح نطلع مايكل وما رح يكون تركيزنا كمان كثير قوي لانه هو بالنهايه واقف على صخره الروشه وبوضعه، ومن بعدها بنرجع بنحكي كرمال الهبوط اللي بده يعمل. تفضل مايكل. انسان مميز، انا بتذكر لانه بوقت ماراثون بيروت لما شارك مايكل بماراثون بيروت، يعني ما اشترك بفئه سبيشال نيز يلي بتنقلوا على الكراسي، ولا كان بفئه الاشخاص يلي قادرين يركضوا بشكل طبيعي، مع انه هو نزل وركض معهم. فالف مايكل لحاله كاتيجوري لوحده لانه كان عم بيشارك مع الاشخاص العاديين بالماراثون، وبزاد وقت كان حامل اجهزه وعم يمشي من خلال الاجهزه الموجوده معه. فبالحقيقه هذا شيء مميز جدا. هو يعني واحد بتصور من اهدافه انه يعمل جهاز يقدر يمشي بالسرعه بالحرب، الخطوه العاديه للانسان العادي. هيدا حلمه يقدر يعمله. هو ما بعرف سعاده نائب اذا في، يعني كيف ممكن يتساعد مايكل يقدر يحقق. اكيد هون انا كاميرا من تحت المي، من تحت المي، من تحت المي. هالحدث مايكل وصل على صخرة كاميرا غرقت ومايكل وصل. نشكر الله، لكن بحاجه لوقت من الراحه يمكن شوي. هلا المجهود يلي عم هلا عم بيوقف، وهيدي الكاميرا من الجو ندى مزبوط اللي عم نشوفه فيها لمايكل على صخره الروشه. مايكل وقف، بتصور هون رح اكيد رح حتى يحكي. ما بده يرتاح، ما بده يرتاح. هلا بده يوجه رسالته. نحن كلنا سمع تنشوف شو بده يقول مايكل. يعطيه الف عافيه. اوكي رح مرق الميكرو لمايك. اوكي بس مايك وتأثير مرتاح رح اعطي الميكرو. اكيد نحن بانتظاره، كل الشعب اللبناني بانتظاره لمايكل حداد، بانتظار يشكل علم، بانتظار يحكي كلمه لكل الشعب اللبناني. اوكي وقت يصير جاهز انا هلا عم بركز ليوقف، لانه اكيد ما في عندي ايدين، هو بركز على ايديه ليوقف. اذا بتلاحظ الطريقه اللي بيوقف فيها مايك، بيتركز على ايديه، بيتركز على الجهاز اللي بيخليه يشد له المفاصل الرجلين تبعه، وبيتنقل بينقل كل جسمه خط مره واحده من ورا للامام، بيحمل كانه يعني جيمارش ادوتو، يعني بيركز الكان وبينقل جسمه مره واحده من الخلف. ما قديش بدها قوه؟ بدها قوه باليدين بالعضلات الظهر والعضلات الامام. مشي حاله مايكل حداد، مشي حاله. سعاده النائب مواطن مثل مايكل عم بيرفع العلم اللبناني على صخره الروشه، شاب عمره 33 سنه. لك مايكل لازم يكون نموذج لنا كلنا، عم بحكي وزراء ونواب مواطنين، تخطى طاقاته. لا هيك بيجي لهون طاقاته طبيعيه لشخص مثله ولا ممكن يعمل هذا الانجاز. قرب شوي. وبالتالي عم بيمرق لنا رساله ودرس بذات الوقت. بعرف صعبه، انه ليكو انا شو عم بعمل كرمال لبنان، بقى انتم يا لبنانيين ويا سياسيين ويا تفضلوا تخلوا عن انانيتكم، عن مصالحكم، عن حساباتكم الصغيرة لمصلحة لبنان. يعني شخص مثل مايكل عم بيحط حياته مجاناً هيك، يعني يمكن بهاللحظة يوقع وبتعرف تصير في كارثة، عم بقول أنا للبنان عم بعمل هالشي، بقى أنتوا يا أصحاب المعالي وأصحاب السعادة القابضين على القرار شوفوا أنا شو عم بعمل، تفضلوا
تخلوا لنا شويه عن حسابات صغيره وارتقوا الى مستوى اعلى واعلى من اجل مصلحه لبنان. هيدي رساله لازم نتلقاها. قولتك عم توصل، قولتك عم توصل، عم بيحضروا عم بيشوفوا هيدا اللي عم بيعمله مايكل، عم بيأثر، ممكن يأثر، ممكن يعمل خرق، ممكن يكون مثل لكثير شباب وسيدات واطفال. كلنا عنا ضمير وعنا قلب يعني. بتصور هلا، بعتذر بس بتصور هلا رح رفع العلم، رفع العلم اللبناني على اعلى صخره الروشه. حلو كثير، احلى علم، احلى علم وجود الجيش. يعني اجواء ما بعرف كيان العلم اللبناني على صخره الروشه، بيجتمع علم الجيش وعلم اللبناني مغاوير الجيش. بالفعل يعني لمايكل اكبر تحيه للبنان، للجيش اللبناني، للمغاوير. يعني فعلا شيء مؤثر، شيء ببكي يعني. أثرنا يعني. لا ما مش معقول. برافو يا مايكل. منيحة مايكل. كثير حلوة الصورة، كثير معبرة. برافو. صاحب الرئاسة ما بقى في شيء اسمه إعادة. صار إعادة. صار شيء سنوي. بيقول احتياجات خاصة، شخص عنده احتياج بمكان معين بجهاز معين. كلمة إعاقة ما بقى موجودة. مايكل دليل عليها. نسمع مايكل. نسمع على مايكل. له كلنا سمع. مايكل كلنا سمع نحن مايكل. نحن وكل المشاهدين وكل الناس اللي موجودين هون على صخرة الروشة عم بيتابعوا مايكل. واحد اثنين. يلا سكت. يلا. هاي. خليه يسأل. تياس مايكل عم يسمعك اذا بدك تساله شيء. انا ما بدي اساله، بدي بس مايكل يحكي، بدنا بس نسمعه، لانه نحن كل الشعب اللبناني له ان كان بلبنان او خارج لبنان كله ناطرين يسمع مايكل شو بده يقول لكل الشعب اللبناني. اوكي رح هو يصير معك. اوكي بلش. انا طلعت هن هيدي لان من بعد ما مشيت مع الجيش اللبناني ومع المغوير وحملت الارز اللي هي شعار لبنان، ارز بشري لارز تنورين، مشيت كرمال لبنان وكرمال خضار لبنان. الأرزة اللي بدنا نحطها بقلوبنا، الوطن اللي بدنا أولادنا يخلقوا فيه، وبدنا نحن نربي أولاد أولادنا فيه. أنا اخترت صحرة الروشة لأن قلب لبنان، مثل وصورة بتجمع بتجمع كل اللبنانيين تحتها، ومثل ما البحر والجبل اللي نحن مشهورين فيه، اليوم أنا طلعتها تقول ثلاث كلمات. بدنا نكون لون واحد، بدنا لبنان لإلنا، بدنا لبنان لأولادنا، بدنا نكون كلنا إيد وحدة بهذا البلد، لأن هذا البلد اللي بدنا نعيش فيه. تاني نقطة بدي أقولها، وأكيد هون ما فيني إلا ما أشكر قائد الجيش جون أهوجي اللي كان أنا عم يدربني تنتمثل نحن بقلوب هذا العسكر، كيف نحن من كل لبنان حطينا إيدينا بإيدين بعض وخلوا يعملوا هذا الأمر المستحيل، لأن نحن بنكبر ببعضنا وبنكبر بجيشنا. وهون بدي وجه رسالة كتير صغيرة للجنرال شامل روكوز اللي كان عم يتابع تدريباتي، وقت العالم قلت لي بس جنرال عن التي في بدي اقلك اياها هيك على السريع، وقت العالم قلت لي اذا استسلمت واذا ما عملتها، قلت لهم انا اللي عم يدربني فوج المغاوير والجنرال شامل روكوز، هدول الجماعة ما بيعرفوا هيدي الكلمة. شغلة ثالثة، يوم عملتها ونقيت صخرة الروشة لان نحن لازم نحط عيننا على البيئة، بحورنا إلنا، نظافتنا منا، كل واحد منا فيكون غفير صالح وينظف الدنيا كلها. وهيدي هي اليوم سوري لان هيك. وثالث نقطة هي للعالم كله اللي هو الورد ركز انا اللي عملته، بدي اقول لهم الإعاقة هي نفسية تفكير، ما في شيء الا بالدماغ فيها تكون هيدي الإعاقة، بالإيمان وبالإرادة فيها نكسر الحواجز كلها ونبدلها بجسور، وإيد بإيد بنكون مواطنين صالحين على الأرض، وما في شيء اسمه حرام. ما بعرف أكيد بس خليك معي مايكل. مايكل بس مايكل بس بدي أقول لك إنه كل اللبنانيين عم بيتابعوك، في الآلاف من المواطنين هون عم بيشجعوك أنت وعم تطلع، أنت وصلت لقلوب كل العالم ومعك حق. في الإعاقة بعقول كتير من الناس، هي الإعاقة مش جسدية، هي الإعاقة بالعقول، والله يوفقك وتضلك المثل الصالح والأكبر للبنان. هاي تحية لألكم، وبدي أشكر الـ LBC لأنه معي اليوم على الصخرة وكل العالم وكل الإعلاميين. Thank you for all. هاي لألكم للعشاط.
ثانك يو لك مايكل، انت رائع رائع رائع. ثانك يو غياث. فعلا بالفعل يعني غياث. اوكي هلا رح نرجع نجهز مايكل. عن جد كلنا بنتمنى انه يكون في الف مايكل بلبنان. هلا كمان بمرحله كثير صعبه، هي بالعقل 10 مش بالجسد، ما هيك؟ واحد بيتخطى كل الاعاقات اذا في اراده. لما بنسمع مايكل بنسكت عن جد، يعني ما فيك تعلقي على اللي قاله، ما فيك تكملي اللي قاله، لانه قال كل شيء. فعلا قال كل شيء وعبر عن كل شيء بيختلج بعقولنا وبصدرنا وبقلبنا كلبنانيين، للمواطن اكيد اللبنانيين الوطنيين المؤمنين ببلدهم. وبالتالي يعني بعتقد السكوت بعد هيك كلام هو اكبر تعبير، معبر. مزبوط، يعني رساله انسانيه وطنيه بذات الوقت. يعني انا عن جد هلا ناطر مايكل يكون موجود معنا هون، يعني هلا بعرف ميكي. عنده مهمه من هينه ابدا بالنزله لحتى يقدر. رح نجرب انه لانه كثير حابين يكون معنا مايكل بعد يحكي، لانه مايكل شو ما حكي بوصل انكر اسرع منا كلنا، لانه عم يحكي ببساطه، بيطلع من القلب، عم يحكي ببساطه، عم يحكي بقلب ابيض، ما عم بينبش على كلماته، عم بيحكي من قلبه وما عم بينبش، ما عنده مصلحه. مزبوط، ما عنده مصلحه، ما في ابعاد. يا ريت كلنا بنتمثل بهالعقليه وبهالنمط وبهالنموذج وبهالقدوه يلي اسمه مايكل حداد. شو اللي بيمنع اصلا انه الواحد فعلا بدل ما نقول يا ريت انه نتمثل، لانه ما بده شيء يحوي مايكل لحاله بمبادره فرديه بدعم الجيش اكيد، وهو بمثابرته وصل فينا نتخطى كثير. بتعرفي انه مايكل على نموذج لبنان، يعني بمعنى عن بعتقد في سقوط للدولة اللبنانية ونجاح للفرد اللبناني للمواطن اللبناني. كلام كبير. ايه لانه هيدا واقع. هيدا انا غياث بحكي جريء عطول. كلام بالفعل جريء جدا. بحكي على طول انا بشفافية وما عندي قفزات لما بحكي. بعتقد الدولة اللبنانية مقصرة كتير بحق مواطنينا. انا اوقات ما حتى لما بحكي عن الاشخاص مثل مايكل انه اوقات بسمع كلام انه ما نحن انه الشعب العادي ما عم قلن له حاجاته كمان عم بتفكروا. ما هو دي كل المواطنين بالنسبة لنا بدنا نكون عم نطلع فيهم كمواطنين مثل بعضهم سواسية، عندهم ذات الحقوق وعندهم ذات الواجبات. عطول عنا شوية هيك نوع من كيف بدي لك من التمييز بالتعاطي مع المواطنين اللبنانيين، وهيدا بعتقد دليل انه بعدنا نحن كدولة لبنانية ما عم نطلع على المواطن كمواطن، بعدنا عم نطلع فيه كناخب يعني بيعمل لي مصلحتي السياسية، بعدني عم بطلع فيه كشخص تبعي ومستلزم لإلي، وما حدا عم يطلع للمواطن من باب انه هو وياه مواطن عندهم بيجمعون المواطنه والانتماء لذات الوطن. معلش اليوم بس سؤال بيطرح حاله غيث قبل ما يرجع مايكل ينزل. اليوم كل العالم عم تحضره لمايكل، اليوم مثلا باي بلد تاني شو كان مفروض تعمل الدوله لمواطن مثل مايكل حداد؟ اوه شو عملنا له اصلا لمايكل قبل؟ انا عم بواكب مايكل عم بقول لكم انا عمل له شيء. كل الخبرية انه ماكسيموم بيستقبلوه بوزارة الشباب والرياضة بياخد صورة هنوية وخلصت القصة هون لسوء الحظ، وهو اصلا ما ناطر غير شيء. ما تفكرين ناطر غير شيء، بس هي واجباتها الدولة. معلش هيدا اللي عم بقوله انه في استسلام، في نوع من عدم من اللامبالاة تجاه ابطال مثل مايكل ببلد اسمه لبنان. حتى انا بعرف من مايكل كمان انه قديش في مؤسسات عالمية اوروبية عم تهتم بالحاله الاستثنائيه اللي بيمثلها مايكل، ان كان الاتحاد الاوروبي او سفر الاتحاد الاوروبي الى غيره، يعني هنا على تعاطي مباشر معه وعم بيقدموا له فعلا الدعم. انا اول شخص حكاني عن مايكل كانت السفيره البريطانيه السابقه، صح 100%. ما كنت بعرفه لمايكل، تخيل انه سفيره غير عم تخبر عن سفيره غربيه، ما انه شيء جديد، لانه هي كمان كانت عندها شغف بالرياضة. صح في بلده. حضرتك كنت عايش بفرنسا، ما انه شيء جديد عليك انه اللبناني دائما بيكبر برا، دائما بيوصل برا، دائما بيتبوق اهم المناصب برا، دائما بياخذ حقه برا ببلده ما له وجود خارج اطار المحاصصه والمحسوبيات. وشو حقك انت بالصندوق؟ هذا الشيء اللي كان عم بقوله، هذا اللي كنت عم بقوله ندى، وبعتقد انه عبرت بصدق وبمنتهى الصراحه عن يلي انا بفكر فيه، وهيدا انا وبعتقد يا ريت يلي عم بتقوليه يعني هالنفس هيدا بيتعمم بأذهان كل أصحاب القرار بلبنان على كل الأصعدة التنفيذية والسلطة التشريعية. ليك أنا كمان ما بدي فرجي أعطي صورة سودة كمان، لأنه كوني أكيد بأصحاب عند أصحاب القرار إن كان وزراء أو نواب أو آخرين يعني ينتمون للإدارة،
كمان في عالم حابين يكون عندهم بصمات إيجابية ببناء الوطن. يعني ما كمان ما بدنا نعمم ويكون عندنا شمولية بالقنص والقصف والمركز على هذه الطبقة، لأنه مش الكل منهم عتلنين هم لبنان، ومش الكل مستسلمين، ومش الكل فاسدين، ومش الكل ما بيفكروا بمصلحة لبنان واللبنانيين. وبالتالي نحن كل همنا أنه تكتر هيدي خميرة أصحاب القرار يلي حابين يعملوا إنجازات بوطنهم، يخلوا هذه البصمات الإيجابية، هيدي بدنا نكبرها شو ما كان الانتماء السياسي. أنا من يلي ساهموا بخلق فكرة الماتش الفوتبول يلي صار ب 13 نيسان من 3-4 سنين، يلي كانت أنه نجمع كل الألوان اللبنانية تحت العلم الواحد، علم لبنان. كان لازم نجمعكم بماتش فوتبول تاني تتنتخبوا رئيس. لا لا مش هيك، إذا هيك بالفوتبول مش لا بس لي لا، لأنه ليك هلأ بوين جمعنا مايكل، غير أنه هو عنده يعني عنده حاجة خاصة بالرياضة. الرياضة تخيل المشاهد اللي شفناها من كم يوم كمان بملاعب كرة السلة، لا تعرف قداش الطائفية والمذهبية والسياسة معشعشة بعدها بنفوسنا. وبالتالي أنا اللي عم بقول الرياضة هي لازم تكون بالعكس الجامع، وهي يلي بتكون بس للاسف ما عم تكون هيك، يعني بالعكس عم تكون يعني الشيء اللي شفناه. يعني انا هون هيدي فرصه يمكن لاحكي الشيء اللي شفناه بالباسكت، انا صدمني بصراحه، صدمت انه يكون في بعد هالقد طائفيه بالبلد، لبل زادت خاصه عن الجينيريشن الجديده يلي ما عاشت الحروب، يلي لازم تكون ببين هيدي التربيه. يعني التربيه عم تكون انا برايي تربيه فيها طائفيه، وهيدي مشكله كثير كبيره. وانا هون مايكل بدي احييه لانه عمل انجاز رياضي، اول شيء عمل شيء قدر يخلصه للآخر. نحن البطوله ب 17 مليون دولار تقريبا ما عم تخلص، يعني مشكله كثير كبيره بالفعل. 100% لسوء الحظ السائفه، سائفه مجتمعنا بحاجه لاعاده نظر، ونرجع عن جد الى منطق الانتماء للدوله، الى لبنان، الى دوله القانون، الى دوله المؤسسات، ونتخطى ونتخلى عن هيدي الانتماءات السياسية الصغيرة والانتماءات المناطقية والمذهبية. بعرف سيسمو، أنا بس حب أرجع شوي لمايكل، إنه نحن من خلال النقابة، من خلال تعاطينا مباشر مع الأشخاص ذوي الاحتياج الخاص، في عدة أمثلة مثل مايكل جاهزة وعندها الإرادة وعندها القوة، ولكن ناقصها الدعم. يعني نحن بنعرف بعض الحالات يلي فعلاً قدرت كمان تعمل ريكورد معلوف، وقدر تقرب لهدين إدوار معلوف. ففي بس يلي كنا حبيكم موجود معنا اليوم، بس سألت أنه موجود بهولندا. في أشخاص بحاجة يمكن لجهاز حقه يمكن 4000 دولار أو 5000 دولار تقدروا يقربوا ويبينوا أكثر ويعطوا مثال حلو للبلد، ومش عم بتوفر لهم الأشخاص اللي قادرين يدعموه بهذا المجال. أستاذ سيمون بالآخر، يعني هيدا الشيء من الحلقة، شو آخر كلمة بتقولها قبل ما نروح على بريك حضرتك رئيس لجنة الشباب والرياضة بهيدا الحدث؟ نرجع نعمل ريبلاي ليلي قاله مايكل لما كان على صخرة الروشة، نقعد نسمعه نتعمق فيه ونمتثل، وبالممارسة والإداء اليوم نكون عم نحقق يلي طلبوا منا مايكل على صخرة الروشة وعم يرفع علم لبنان. أنا بدي أشكرك رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي رامية. النائب كلمة أخيرة، ريبلاي لمايكل حدد كمان، يعني فعلا ما خلى مايكل لحدا يقدر يقول شيء، كلامه فعلا معبر بيدخل للقلب وهو خير كلام. نحن رح نتوقف مع بريك إعلاني ومنرجع منتابع معكم نهاركم سعيد مباشرة، يلي هو فعلا هيدا نهار كتير سعيد بالنسبة لنا ولا لبنان ولا مايكل، ومنرجع منتابع حلقتنا. من جديد رجعنا نحن وياكم أعزائي المشاهدين لصخرة الروشة ولإنجاز مايكل حداد يلي عمله بشكل رائع جدا وبامتياز كتير كبير. وأكيد على البلاتو بدي رحب بهالوقت بالسيدة عفت إدريس رئيسة جمعية بيج بلو أو الأزرق الكبير، يلي اليوم مايكل حداد واحد من أهدافه هو الأزرق الكبير. ليه؟ شو إذا فينا نقول هالشراكة بينكم وبين مايكل حداد؟ مايكل حداد بمثل أحد مواطنين الأزرق الكبير اللي هو برنامج بحملة الأزرق الكبير، وهذا البرنامج بيقول إنه كيف كل واحد بيقدر يصير مواطن خفير، ما ضروري يكون في فوقنا الشرطي، نحن فينا نكون مواطن خفير. وهو كاركتر مايكل، وهالكاركتر بده يدل الناس كيف ممكن واحد يكون إنسان للبيئة، للطبيعة، للكرة الأرضية، يعيش معه، يكون مرج هو بيها، وما ضروري يكون في قوانين كتير تضبطه إذا ما قادر ننفذ القوانين. وهذا المشروع الخاص للبنان، لأنه حاليا في صعوبة بتطبيق بعض القوانين.
فينا نكون نحن مواطن خفير ونقول نحن ببلدنا. عشان هيك اختار مايكل هذا نهار 8 حزيران لانه هو يوم المحيطات العالمي. يوم المحيطات العالمي، المحيطات ما فيها تستمر اذا شواطئها عم بتزول. نحن اذا شايفين الشاطئ اللبناني، وهلا انسألت من استاذ ابي رميا انه قديش طول الشاطئ اللبناني، هو كان 220 ولكن عم بيزيد، عم بيزيد من وراء الاستملاكات وورا ردم البحر، ردم وحتى التلوث. يعني كمان التلوث هو سبب كبير، وكمان مشكلة التلوث زاد الشط. يعني هيدي في عده مشاكل على الشط، منها التلوث اللي هي مشكله كبيره، ولكن المشكله الثانيه انه ما بقى عندنا شط. نحن الشاطئ ما بقى حق للمواطن، انه ما في مرور للشاطئ للمواطن، كله عم بيتعمر. والشغله الثانيه انه عم نروح الموائل، عم نقتل البيئة البحرية لأنه عم نعمر على هالشاطئ. كلها تعديات على الأملاك البحرية. بدنا نقول إنه مايكل بلش بده يعمل مرحلة الهبوط، مرحلة صعبة جدا. رح أحكي على كل حال مع الكابتن رودولف. كابتن عم تسمعني؟ ايه عم بسمعك. المشاهدين حابين يعرفوا هلا كابتن رودو، يعني مايكل هو بمرحلة الهبوط، وين الصعوبة الكبيرة اللي كنا عم نحكي عنها طوال هالنهار بالهبوط عند مايكل؟ اوكي، الصعوبة الموجودة انه هلا هو منه 100% بالجو، هو موجود على صخرة. بالحالة الطبيعية واحد بيطفش بإجراء، نحن ما منخاف نعطيه الأمان. هون نحن بدنا نشد عكس مايكل، مايكل بده يشد بقوة، تقريبا كأنه عم بيشد واحد عميان البوش أب معه، حدا قاعد على ظهره شي 200 كيلو، لا يقدر نحن نعطيه الحبل. إذا بحال الحبل عرقل شي محل هيك، نحن بنعرف انه ما رح يصير اي مشكله. كرمال هيك هيدي النزله لمايكل كثير صعبه، وخصوصا اول 8 امتار كثير صعبه. يعني هي لا تتفادوا مرحله ارتخى الحبل، يعني مش ما يرخى الحبل، مش هيك عم تشدوا بعكسه لمايكل؟ مزبوط، هلا نحن كانه عم نشد بعكسه لمايكل، ثلاث اربع شباب عم بشدوا بعكس مايكل، كرمال الحبل يعرقل بمحل ويصير في مثل نوع من مو فراغ، صار فراغ بيقشط مايكل مترين هي كفيلة يكسر شيء. كرمال هيك ما بدنا هالمشكلة، بس عند مايكل صارت أصعب، فهو بده يشد تقريبا بقوة ثلاث شباب اللي عم بيشدوا عكسه. من بعد 8 أمتار بتصير مرحلة أهون، يعني بتصير إنه هبوط أهون. رح أسأله على شيء كابتن، بعد ما يخلص مرحلة 8 أمتار اللي عم تحكي عنها هي كثير صعبة، بتصير من بعدها سهلة لمايكل؟ بتكون هذه الشغلة السهلة الوحيدة بكل هذا الإيفنت. اوكي، لكن كمان قول له لمايكل جود لاك، ونحن كمان مع سمعت الهبوط ياخد وقت، اذا كان نص ساعه توصل لاعلى صخره. اوكي، بتنزل على وجهه الصخره. هلا قديش النزله ممكن تاخد؟ صحيح، هو هلا وجهه للصخره في تقديرات قد ايه تقريبا متوقع يقطع اول 8 امتار على الاقل كابيتان؟ هلا هو مع مايكل وهمته ما فيك تتوقع له، لانه اذا تحمس شوي وتحمس الجمهور واعطيته شويه يمكن بيعملها بسرعه كثير، بسرعه كثير قويه اكيد. لكن جود لك لمايكل بالهبوط اللي رح يعمله بهالوقت. ان شاء الله خير. حضرتك ساعتين كنت عم تطلع لهونيك، يعني الست ادريس عم تحكي عن الأزرق الكبير، ليكي الردميات ورانا، وين حد صخرة الروشة يا صغيرة عم تنرفع لحماية ورفع اليد عن الروشة. بدنا نحيي كل اللي عم يشتغلوا، الجمعيات والأهالي بيروت اللي عم يشتغلوا على حماية منطقة الدالية من الاستملاك ومن العمار. وإذا فينا نشوف شو كاتبيننا هالرسالة، الروشة واجهتنا ومع بدر رح نرجع على كل الاحوال، بس خلينا نشوف هيدي المرحله الاصعب والاداء يلي عم بدي يعملها مايكل. يعني مثل ما وصف الكابتن رودول فعلا زحف، يعني اذا زحف بالعكس دائما يعني احتكاك جسمه بالصخر، وهيدا شيء هيدا الله يحميه. يعني اكثر شيء انه نحن عم نشوف انه هون ايديه من كواعه ونزول هن اللي معرضين للجروح ونازل، لانه محمي من اجريه من يعني لو بحاله طبيعيه هذا كان بالقدمين بيقدر يبعد جسمه عن الصخر، وهيدا الشيء ما بيزبط مع مايكل، لانه ما بنعرف يعني 70% شلل كلي. تحيي لك اجريه، يعني هيدي كمان هيدي النقطة مطرح معنا. هو كان يضل وجهه لفوق، يطلع لفوق فيطلع تحته. ما فيني.
حبيبي بقوى فيكم شي حرب. هذا الحبل إيه وأنا بلقطه. إيه معك حق. ليه يا مايكل تطلع معي لنساعده ليطلعوا دغري على الزفت هلا. لا لا انا نازل نازل حار هاي خلاص يضرب الحبل ثانك يو يطمم نازل فوق مبروك بدل لك لا ما بشد الحبل مع السمعة غياس دقيقة بحكيك دقيقة يلا يلا خذوني خذوني لا لا عبدو اول ما يرجع فكه اللي مسقوطه الخبريه طلع طيارات كم عبد الله هذا الفجر واحد خلص لا لا ما بس كله فضل تا كابتن رودولف عم بسمعك عم بسمعك بلوك اول عم بسمعك عم بسمعك حكيم بس شربني ماي مسقعة احمد عبدو هو عم بحمسهم يعني الحلو بالفعل يعني هو عم يعطي المعنويات لكل العالم وعم يعطي المعنويات وعم يعطي القوة وهو يعني بيعبر عن كأنه شخص سليم بجسم سليم 100% صحيح ما في شيء يعني يعود تقدمه ومهمته اوكي مش الحال مايكل انت جاي لهون محلنا نحن غيست نحن خلص ريحي عليك ومايكل حددت لي لعندك كابيتان بس بدي اسالك سؤال كيف وضعه لمايكل لهلا حاليا يعني بعد ما خلص بعد ما خلص المهمه بشكل كامل اول ما نزل قال لي اذا في يعمل وحده ثانيه يعني وضعه كثير مرتاح اذا بتشوفه بس مثل النار معنوياته يعني انا عم لاحظ هو اللي عم يدب المعنويات فينا كلنا وفيك هون وهذا شيء رائع فرجينا اياه اليوم ايه عن جد محل اللي علق فيه هو طالع على هو بخبرك كلاسي محل علق فيه كان كثير صعب بس ما خاف وما توتر وقطعه وهو مرتاح يلا نحن ناطريكم يعطيكم الف عافيه
مشاهدينا نحن يعني مبسوطين بهذا الحضور، العالم كله عم تحضر معنا سفيرة الاتحاد الأوروبي اللي بتعرف مايكل من قبل، ويمكن التشجيع منكم وبتآمنوا كمان بهيدي الطاقات الشبابية يلي بتعطي وجه حلو عن الدول اللي انتم موجودين فيها. ومعنا كمان سعادة السفيرة، بس بدي أشير مزين صباغ، صبية بتخبرنا عن حالتها وبتعرف مايكل حداد. ايه انا بعرف مايكل من رفقة من شي سنة. انا قصتي مش حادث، انه جان بإجري ومن وقت انه من شي 8 سنين هذا الشي بين معي. بس مايكل بس تعرفت عليه مثل اكد لي انه اعاقتنا مش بإجرينا، العالم بتطلع الاعاقة هي بس انه واحد بعقله صحيح حسب تفكيره، نحن ما عنا إعاقة. هيدي الكلمة الوصلة على صخرة الروشة. قدي أثر فيك مايكل اليوم باللي عمله وكمان بالمعنويات اللي بيعطيك إياها خليك فعلا تتخطي إعاقتك؟ إيه أنا مايكل خليني إنه إحنا في حاطين أمل بالحياة، إنه أنا مراحل كتير كنت إنه أتضايق أتعب إنه ما أقدر أكفي، بس إنه من حكي لمايكل عطول وإنه خلص إنه ما في شيء بهالحياة بيستاهله. شو غير لك؟ شو غير لك بحياتك مايكل؟ إيه وقت ما تعرفت عليه شو غير لك؟ يعني غير لي كتير، انه نظرتي انه للحياة غير صارت، وصرت احب انه على طول انه احكي بالموضوع مثلا، وكذا مره طلعت انا وياه، مره طلعنا على الاذاعه. الايجابيه قد ايه يعني هو ايه كتير غير كتير اشياء، يعني بتفكر حتى حالك انك يا بن ما بتقدري تعملي نشاط يمكن مش مثل هيدا بس نشاط غير؟ ايه ان شاء الله عم تشتغلي على هالشيء، بتضلك عم تعطي امل، صرتي مثل مايكل مثلا انه كمان بتعطي معنويات لغيرك. ايه يعني انا بدي اشكرك كثير، وعن جد الله يكثر امثالكم بوجود مايكل وبوجودك. سعاده السفيره تعليقك. انا عن جد يعني مايكل وانت صديقه هون، واكيد في مني كثير بدهم الامل والايجابي والرغبه والهدف والاغاده والنتيجه بالنهايه، ونحن نتمنى طبعا كسفره هون للبنان بكون مثل المثال للعالم كله والمنطقه كله، مثلك انت ومثل الجيل الجديد ايضا يكون في امل في مستقبل غايه. سعادة سفيرة يعني اليوم حضرتك كسفيرة اتحاد أوروبي بهيك أنشطة، كيف أنه تساعدون بعكس هذه الصورة الجميلة، وكيف تساعدون وتدعمون؟ أنه دائما نتمنى صورة إيجابية للبنان، يعني لبنان يستحق أن يكون في أمل وفي الرغبة وبالنهاية يكون في نتيجة أيضا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وشعبيا والكل يعني. فنحن نحب لبنان كسفرة أكيد، ونريد أيضا العالم يحب لبنان. بس نتيجة سياسية يمكن صعبة. يعني ما في شيء صعب بالنهاية. ان شاء الله مضبوط بتأمل. ما في نحن على كل حال معكم ناطرين تيوصل لعنا مايكل، اكيد بده ياخذ شويه وقت يرتاح. وكمان يعني مزين انا احنا بدنا نشكرك كثير وبنشكر جرأتك وقوتك. قولي لنا انت قديش عمرك وشو بتعملي؟ بعدك تلميذه بتشتغلي؟ انا بتعلم اليو اس جي وخلصت هيدا اخر سنه بزنس. وهلا ان شاء الله بنكفي. الله يعطيك القوة ويعطي الجميع القوة. سعادة السفيرة، هل في برامج خاصة بتساعدوا فيها جمعيات المؤسسات اللبنانية الدولة اللبنانية لا ذوي الاحتياجات الخاصة؟ في برامج كثيرة للمنظمات الغير حكومية، منظمات البيئة، حكى مايكا البيئة أيضا يعني حفظ البيئة موجودة، في تمويل موجود من الاتحاد الأوروبي لهذه المنظمات هنا بلبنان، والحمد لله في عددهم كبير وأنشطتهم كبير أيضا، ففي نجاح أيضا بهذا. لكن طبعا الاحتياج كمان يعني كبير جدا، فنحن نتعاون دعم مع بعض. تعاون مع الجيش اللبناني ربما. اهلا وسهلا فيك قائد فوج المغاوير العميد. مبروك للجيش اللبناني. اذا بس ممكن الميكرو عميد، اليوم بنحكي عن هذا الحدث اللي اشتغلته مع مايكل، كنتم مراهنين فعلا على النجاح؟ كان عندكم خوف او عندك هالقد ثقه بمايكل؟ عندي كثير ثقه بمايكل. اول شيء مايكل عنده هيك روحيه المغاوير، يعني صحيح جسمه عنده قدرة 25%، بس 75% المكملة بإرادة وتحدي، وهيك روحية كتير حلوة، يعني حابب إنه من كل قلبه يشتغل. بقى اللي بيكون عنده هذه المواصفات نحن كنا مؤمنين فيه وسهلة. بعدين بشكل عام هو كان عم يعطينا معنويات بصورة دائمة نحن نكون حافظين. أي مرحلة أكتر شيء حسيت إنه في صعوبة على مايكل وشفناك عم تواكبه دايما على الجهاز موجود معه لتعطيه معنويات، وهو كان عم يستفيد كتير من هالشيء وقال ونوه عن هالشيء،
في هل في محل ما حسيت انه في صعوبة كتير كبيرة صارت عليه؟ لا كنت واثق فيه واثق باللي عم شغلينه. مايكل عنده قدرة يشد من صدره وطالع. بقى كان جسمه عم بيعلق، كانت الحلقة والفيجور 8 عم تعلق بالطلعة. كان مفروض يرد جسمه نتفي تيرجع يكمل طلعة، لأنه عندي ساعة كتير بكتافه وزنوده لأنه مرنه مزبوط وشايفه بعد محله. بقى ما كان في ريسك إنه ما يكمل، يعني كنت واثق منه. بعد هالمرحلة اللي عملها اليوم مايكل حداد معكم وتمرن لأشهر مع فوج المغاوير، هل في مشروع آخر ممكن تحققوه أنتوا ومايكل حداد؟ اليوم النجاح يعني بقول لك إنه نحن كفوج مغاوير كجيش بشكل عام، لأنه هي النشاط الجيش نبلش في منية الجيش. يعني مايكل هو نموذج لشاب لبناني عنده إصابة عم يعطي كل هالعطاءات اللي عم بيعملها لأجل قضية. يعني مايكل عنده قضية وحببها من كل قلبه، والعسكر اللي عنا النماذج ذاتها بفوج المغاوير وبالجيش المنصابة وعنده الإرادة والتحدي الكافي إنه تواجه الحياة رغم صعوباتهم. هذا هو مايكل وهذا هو المعاقين اللي كان بالبلد أو بالجيش. بس الرسالة الأكثر إنه المؤسسات والشركات والأمور تهتم باللي عندهم إعاقة، لأنه عندهم قدرة كبيرة يقدروا يعطوا، وعندهم قلب كبير يعطوا من كل قلبهم، لأنه هن معاناتهم بتدفعهم أكثر وأكثر يعطوا بكل صدق وبكل محبة وبكل طاقة. يتخطوا هذه المعاناة. طب عميد، يعني في معوقين بالجيش اللبناني يعني من أبطال كانوا يعني عم بيضحوا بنفسهم للبلد، هل هالجيش مثل ما تعامل مع مايكل حداد بيتعاطى مع المعوقين من أركانه من عناصره؟ المعوقين والشهداء بالجيش هن ضمير الجيش، هن الشعلة اللي عطول منها نشوف الطريق المضبوطة، والهن روحهم اللي تحافظ على القضية اللي أجلها نحن عم نقاتل وعم نشتغل تنحافظ على البلد. المعوقين هن الثمرة اللي كتير حلوة بالجيش اللبناني، ما أبداً المؤسسة بصورة دائمة، نحن كضباط ما ننساهم أبداً، لأنه هن بقلوبنا على طول وهيك بدلونا على الطريق الصحيح بصورة دائمة. يعني ممكن نشوف في نشاطات مثلاً بين مدنيين مثل مايكل ومعوقي الجيش اللبناني، طبعاً يعني يمكن حالات خاصة معينة عند القدرة أنها تشارك. أكيد بكرة بنشاط تاني بنفرجيكم معوقين بالجيش وإرادتهم وصلابتهم وثقتهم بحالهم وبالمؤسسة العسكرية. يعني على طول هن بيدافعوا عن المؤسسة أكثر من اللي موجودين بالمؤسسة. بقى هن هيك خميرة كتير صالحة لجيش كتير مهم. قديش بيكبر قلبك وقتها تسمع مايكل تقال أنا حاطت الأرزة على ظهري وأنا اللي عم بعمله تحية للجيش، لقائد الجيش، للعميد شامل روكوز، لكل عسكري الجيش يلي بقلوب كل المواطنين، أنتوا جنود المشغولين حماية الوطن. حماية الوطن وجباتنا نحن، بس مايكل الروحية اللي زرعها بالناس وزرعها فينا نحن يمكن بحاجة إلى امتداد البلد كله سوا. عنده روحية كتير حلوة تتوصل، روحية كتير حلوة وكتير نظيفة تتخلي الناس يفكروا بطريقة أحسن ووطنية أكثر. يعني نحن أكيد كلنا بنقول من ضم صوتنا لصوت مايكل، والله يحمي الجيش وهو ضمير الوطن وهي المؤسسة العسكرية اللي كلها بقلبنا شهدتنا مجروحة فيها. نحن بنتوقف مع تاني فاصل إعلاني ونرجع منتابع هيدا النهار المميز جدا جدا من الروشة مع مايكل بضيافة الجيش اللبناني ومغاوير الجيش يلي سهلوا وأمنوا هيدا الحدث واللي رافقته الـ LBCI، وبنشكر كمان سفيرة الاتحاد الأوروبي اللي تابعت معنا من الصبح هيدا النشاط، ونرجع بعد البريك. بالفعل هالمنظر الرائع صخرة الروشة. بنرجع مرة جديدة نحن والمشاهدين وكلنا بانتظار ندى وصول مايكل لنشوف هيك مع الكابتن رودولف، مع الكابتن يلي رودولف تابعه أول بأول بهيدي المهمة الصعبة، بس ما كان في شيء صعب على مايكل يبدو، ما هيك؟ واضح جدا قد ايه كانت إرادته قوية. يعني بعدها براسي لما وقف في محل وكيف مزبوط. قرر أخذ نفسه وقطع بشكل كثير سريع وقال كلمته ومشي. بالفعل كثير حلو كان، يعني هيدا ثاني انجاز بيعمله مش بعد فتره طويله. ما بننسى انه مايكل حداد اجتاز 19 كيلومتر مشي، يعني من ارز بشري لمحميه تنورين ب 60 الف خطوه، وهو كان نائب خليفه طريقه مشيه لمايكل انه على مرح الفشخه عنده على دفعتين، وهي كل فشخه بالنسبه له اذا يعني تحدى اكيد نفسه اعاقته، وكل خطوه بالنسبه له شجره ارز 60 الف شجره ارز.
قديه يعني قديه بحب لبنان، قديش بايمن بجمال لبنان بطبيعته ببيئته بتاريخه، تيكون فعلا عم بيتخطى كل المخاطر وعم بيروح على معالم لبنان اللي ما لازم ننساها، لازم نحافظ عليها، كان ارز لبنان صخرة الروشة، وكان صخرة الروشة احلى معلم ممكن تشوفه يعني، واليوم نحن يعني الابيض المتوسط يعني نحن قديه بنمرق من حد الروشة ندى، بس انه اليوم قريبين كثير منا، عن جد رائعة. اليوم اول مرة بنقول انه هي اول مرة بنقعد بنتامل هيك صخرة الروشة معنا، وقت حلوة وقت كثير حلو، كثير حلو المنظر اصلا. اللي حلو انه بعدنا عم نشوف العلم كيف عم بيرفرف على صخرة الروشة، الجيش اللبناني، المغاوير يلي عملوا مع فريق الـ LBC، الفريق التقني، المصورين، المخرجين، المعدين، كل الزملاء، الإضاءة يلي اشتغلوا كتير كمان غياس، ما فينا ننكر يعني كيف في فوج المغاوير، يعني في فوج الـ LBC آي موجود كله هون على الروشة، كله موجود عم يشتغل، الكاميرات كانت موجودة بالفعل، الكل عملوا شغل كبير، وهلأ عم نلاحظ لحن كيف عم بيفكوا، عم يفكوا من بعد ما كان يعني اخذ وقت التركيب والتجهيزات تينقلوا احلى مبارح صوره من امبارح للمشاهدين، مشاهدين الال بي سي بلبنان وعبر العالم، وانا اكيد في الاف الالاف المئات الالاف عم تحيه كمان للمخرج رويل تيف يلي عمل شغل كثير كبير، يلي عايشه من اسابيع يعني لحظه بلحظه كيف نركب كاميراتنا، كيف نكون موجودين لنقدر بالفعل نفرج الصوره الحقيقيه لشيء اللي بده يعمله مايكل. واصلا ما في شيء صعب يعني على الشباب ان كان روي والاكيب اللي معه، يعني شفنا كيف عطوا الصوره مظبوط وكانه فات يعني بكاميرا ال بي سي على قلب كل بيت، لكن تبديلات مظبوط الكابلات يعني عبر للبحار عبر للبحار صايره كابلاتنا، اخذت وقت كثير، كثير حلو كان تقنيه صورة. الصوت كمان كيف كنا عم نسمع كل وقت الكابيتان رودولف كابيتان كمان جنرال شامل ركض غرفه عمليات، بعتقد صار فينا مثلا نعمل دوره تدريب مع فوج المغاوير، هلا عم يشيل الركض عم يسمعنا. لا انا اليوم تعلمت كيف يحكوا على الجهاز يعني ما كنت قاطع علي، انا كمان تعلمت شوي لا شيء كثير حلو كان، وهيدا بنرجع نذكر انه هيدا اول رقم قياسي بالعالم لشخص عنده 75% شلل كلي يتخطى صخره باكثر من 40 متر بصعوبه. قديش في معدات يعني قد كيف في تجهيزات لتامين سلامه الصعود والهبوط، يعني الصعود لاعلى صخره الروشه والهبوط منها بالمطرح الشائك اللي هو 8 متوره اللي حكى عنه الكابتن رودولف، فعلا قديش كانت هيك شائكه المهم شايف. بدها سيلفي هيدي بعملها على الهواء للسيلفي عصر السيلفي هلا بيوم المحيطات العالمي كمان، يعني هيدي الصوره قديش حلوه وقديش يا ريت الصوره هلا مثل ما هيك عم نشوفها وراك ووراي، يا ريت هالبحر قديش بيضلوا هيك نظيف وحلو مثل ما قالت الست ادريس من مشروع الازرق الكبير، ومثل ما قال مايكل انه كل مواطن لازم يكون خفير، كمان نحن كاعلاميين وكزملاء تقنيين ومصورين ومقيمين ومسؤولين عن هالبرنامج اللي واكبونا انه بيامنوا بهالرساله، ولو ما ال بي سي يمكن ما بتامن بهالرساله ما كانت حطت كل تقلها تعكس هيدي الصوره الحلوه وتوصل هالرساله الانسانيه غياث. هون عم نشوف الخيام كانوا نايمين على الصخره امبارح، يعني الجيش المغاوير الجيش وقسم كمان من الاكيب ال بي سي كانوا نايمين ليكونوا حاضرين، ليش ما عزمونا من امبارح؟ لازم نكون نحن حاضرين نحن على فوقه على فوقه. هون بدي اقول شغله معلي عم نكون كثير كول على الهواء، بس انه نحن كان مفترض يكون يمكن كمان كنا عم نفكر كل البلاتو على الصخره، بس كنا نزلنا بهليكوبتر لانه لا كان في فكره ثانيه، كان عندنا جرأة نطلع نعرفش، كان في فكره ثانيه ما راح اقول لك اياها ما كنت راح تقبلي تروحي، كنا ما نروح بالونش لا ما في مشكله انا قلت لهم ما عندي مشكله، هلا ما في مشكله بوجود المغاوير ما في مشكله ما هيدي هي، انا مشان هيك كنت مرتاحه كثير على الامر على كل حال خيره بغيره، اكيد نحن رح نضل نواكب مايكل، يعني طالما مواكبين مايكل حداد اكيد رح ياخذنا على افونتور بعد يمكن اكبر واصعب. عارف شيء شو في براسه مايكل؟ كنا بالارز وهلا الروشه، بعدين في براسه كذا شغله، بس بفضل هلا ما نحكي عنهم، بس انا اللي بدي اقوله لمايكل نحن حده، وبتصور هلا بعد ما شاف كل اليوم الشعب اللبناني مايكل حداد رح يكون يعني غير انه نحن رح يكون كل الشعب اللبناني معه، ونحن معه بكل الصعوبات موجودين ليكون دائما حده، بتصور كمان فوج المغاوير، وان شاء الله يكون محضر لنا شيء كثير منيح، رح نساله على كل حال هلا، اكيد نحن ناطرينه اول ما يوصل، بس تعرف ما فينا بقى نحكي عن صعوبات مع مايكل، مع مايكل ما في صعوبات فعلا. ندى انا يعني لانه كنت عم بشتغل مع كل الاكيب من فتره، لما قعدت معه وشفت قد ايه مرتاح وقد ايه مبسوط، في سعاده يعني بتعرف السعاده عن جد
الانسان بيقول قد ايه صعب يحس فيها، هو دائما سعيد مبسوط شو عم يعمله، قد ايه كان ايجابي كثير بوزيتيف كان، هيدا بتحس انه لا الامر اكيد رح يزبط، يعني ما في مشكل ابدا. وبتصور عم يقولوا لي انه مايكل صار قريب، وصل قريب، صار عم قريب الصورة. يوصل، وصل مايكل، ناطرينه. ليك ابتسامته لمايكل، هيدا الحلو فيه، عم يمشي بصحة يمكن أكتر من ناس تانيين لأنه من جوا هو يلي بيعمل 19 كيلومتر 60,000 خطوة. مظبوط 60,000 خطوة، ما بتصور رح يكون عنده مشكلة أبدا. يعني وقتها تكون هيك النفسية، وقتها يكون العقل والقلب سليم هالقد، بصحة هالقد جيدة، يعني كل شيء سهل بيصير، كل شيء سهل بيصير، كل شيء بيكون هين قدام اي مهمه شائقه، ان كان مغامره الارز، ان كان مغامره الروشه، وعبال مغامره ثالثه، ويمكن يكون في مثل مايكل وامثال وبيتشجعوا، مثل مزين هالصبيه اللي اجت قعدت حدنا، هي اللي قالت لنا انه انا تعرفت على مايكل ومايكل هو اللي اعطاني معنويات، ومايكل هو اللي خلاني انا اتقبل وضعي وانا بطلت معوقه انا من داخلي. اذا هون مايكل عم يوصل قريب، يا ريت نشوف الصوره كيف مايكل عم بفوت لعنا قريب على البلاتو لعنا تيقعد معنا يقول كلمته من بعد هالنشاط العظيم، كيف العالم عم بيستقبلوه، عم بيهتفوا له يقولوا له برافو مايكل، عم بيزقفوا له الناس حواليه، اصلا الناس ما غادروا الموقع ناطرين ابدا ابدا، كل ناطره مثل ما نحن ناطرينه بالشغف، والجمهور اللي كمان هون كل ناطره لمايكل ليحييه عن قريب. مزبوط، في ناس وصلوا من الصبح بس نلفت مشاهدينا عم بيتابعوا، وقفوا بهالتأس، يعني ربنا يمكن هيك حب انه امبارح كان غيم، اليوم شم مسيد بس ما في كتير شو، في لسمة هواء، وحتى يعني البحر كان قوي يعني، وهذا كان انه بصعب شوي المهمة يعني. كان بالانطلاقة بس ما كان في شيء صعب على مايكل ابدا، بالانطلاقة طيطلع من الزورق، طيطلع من الزورق على الصخر. مزبوط، نحن ناطرينه لمايكل ومع الكابتن رودولف يلي رافقه بتوجيهات العميد شامل روكوز، وهو كان معه باخر 3 اشهر كل يوم يعني بالتحضير، هل قد اتمرن هل قد تمرين بدها 3 اشهر؟ اي اكيد بدها، لانه لاحظت يعني كان عم يقول لي دائما كابتن رودولف انه جرب هو يلي هو معود كثير كمغوار يعني يقدر يطلع، يجرب انه مثلا يوقف جسمه من تحت بس يطلع بزنوده، قال لي شيء كثير صعب، وصل لمحل اضطر بس زعبر، بس وين جرب هون او بغير مطرح؟ لا بغير مطرح، يجرب يعمل نفس الحاله، قال لي وصل لمحل حس انه بدي زعبر، بدي استعمل ورقه او 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 القدمين يعني لحتى يقدر حط حاله مطرح، حط حاله مطرحه، قال لي شيء كثير صعب. لما خبرني اياها باي تقنيه كان عم يتمرن وكيف جرب، عرفت من هون قد ايه بالفعل صعبه يعني للشيء اللي عمله مايكل، لكن شفته يعني قد ايه كان مرتاح. هلا عم يحكي عميد شامل روكوز يلي كمان عم بيتابع من الصباح مع كل عناصر المغاوير وضباط المغاوير، واهم شيء عندهم السلامه، لانه كان كثير حريص اذا مثل ما كنا عم نتابع بالحلقه غياس بالفعل انه لازم ننتبه كيف لازم يزيح جسمه، لازم نساعده في حال علقيت، واهم شيء حبال الامان هي الركيزه الاساسيه، هي اللي دائما السيفتي موجوده. مايكل صار قريب هلا منا، عم يتوجه لعنا مايكل، يعني عم يتوجه لعنا بين العالم، احنا بنزقف له، نحن كثير فخورين بمايكل رجع من تحت المعركه. لا لازم بس انا لازم كسرت مش بس الركورد، كسر حاجز اي خوف اي تردد، انت اقوى انسان اليوم. ثانك يو كلك ذوق. ليك كان عندي شيء من جوا عم يخليني اقاوم هذا المقاومه كلها، لاني انا بدي اعملها كرمال لبنان، عم بعملها كرمال مواطنيه لبنان، والاخص انه الجيش اللبناني حط ثقته فيي وعلى راسهم العماد جون قهوجي اللي حول هيدي القوه انه بالمحبه وبالتعاطي في قوه كمان،
وبدي خصص كمان قدرتي على عدم الاستسلام هي المونتاليتي اللي كان عم يزرعها فيه جنرال روكوز انه وفوج المغاوير انه خلص وي هاف تو دو ات لازم كون مغوار بهذا النهار وهذا الفخر اللي حامله انا على ظهري اليوم. مايكل شفناك يعني بمرحله كنت كثير متحمس بالاول طالع بشكل كثير كثير سريع ومن بعدين في محل وقفت شو صار هون لك بالمحل اللي وقفت فيه هو انه الحبل الامان تبعي زرق وحشر بالصخره وصرت خسر الصخره ما عم فيني اطلع لان خلص فاتت كلها مع الحديد بقلب الصخره وهون انا ما فيني الا محي النقيب رودولف عقل اللي كان عم يدربني صحيح. كل الوقت والامبارح عملوا المستحيل انه مدوا الحبال كلها سوا لان ما كانت كان البحر كثير هايج يعني ما تقول الا انا كنت شو فكرت مغوار لنهار بهالوقت يلي انت هيك وقفت شفنا في بلوكاج عم بتشيل حجره تتصير تفتح الطريق قدام الحبل ما راح استسلم كان بدي اكسر على الحجره حتى لو بايدي او بسناني عم نشوف هون بالجو برو بكاميرا الجو برو عم نشوف كل السان لما حكيتنا انت لما وقفت في محل حكينا معك قلت انه هيك حكيت كلام كتير حلو شفناك انطلقت بشكل كتير كبير شو حسيت هون لان خلص بدي احط كامل قوتي ما بدي استسلم بدي اطلع وحط ايدي وازرع العلم اللبناني على راس الصخره هيدا كنت ما كنت شايف شيء تاني لا شو ما كان وكنت رح كسرها لو بايدي ولان هيك انقطع الاتصال ما بعرف اذا انقطع لان كثير الحجر صوين ومثل الشفر يعني صو ضايقك لانه حجر هون هيك مثل كانه مروص وزعج هيك يعني كلنا اذا بتطلعي كلنا مجروح مخزق يعني بس وين ذا از ويل ذا از واي لا اكيد اكيد انا ما كان عندي شك ابدا انه رح تقدر شفنا ارادتك قد ايه كانت قويه وعم نشوف اصلا جسمك كيف كله يعني قد ايه احتكيت بال ورمل صعبه ما بقول لك هينه ويمكن مستحيله بس عملتها وقت تمرنت كنت كل هالفتره عم تتمرن ما فكرت بلحظه مثلا وصلت تعبت وهيك ترددت للحظه وقلت لا في عامل اثر عليك غير التصميم في عندي شيء كثير مهم انه القوه هي هون وهون اتس مور ان ذا مايند اند ان ذا هارت يعني بالقلب وبالدماغ سو عارف حالي المساج اللي بدي اوديك انت اليوم ما في شيء بيوقفني وانا بدي اقول لكم ثانك يو لانكم رفقتوني بعد الارز الروشه بعبروا كثير عن لبنان شو بعدين شو محضرنا مايكل نحن هلا عم اقول لك نحن اكيد معك هذا رح نكون هلا صار كل الشعب اللبناني كمان كله معك هلا وين هون تروح نحن رح نكون معك يعني بقلب كبير لان كثير فخور بهيدي العائله اللي احتضنتني خاصه بدي هون وجه شكر للشيخ بيير الظاهر لان وقت قلت له بدي اعمل هيك استقبلني ببيته ودعمني سو ثانك يو شيخ بيير ثانك يو مبدئيا في هون بوجه تحيه للمعالي الوزير الياس ابو صعب اللي هو أمن لي أنه أعمل وورد ريكورد تاني اللي هو برج خليفة عم حضر معه لهذا الإنجاز هيدا هو اللي سمعنا خبرنا شوي حابب كمان لأن الدرج كتير مهم والدرج هو كان مين أوبستيكل بحياتي سو برج خليفة هو شيء مستحيل وأطول برج بالعالم سو بدي أتحدى زيادة مع مين رح تتمرن عليه؟ إن شاء الله ما بعرف أتمرن فيه مع الجيش اللبناني حلو كثير نحن بنفتخر فيك اصلا ونفتخر بالجيش اللبناني كمان لا احلى شيء ممكن بالتاريخ البشريه انه واحد يكون عنده هالامر هذا الفخر انه يتدرب مع الجيش تحت وخاصه فوج المغاوير شاب مثلك بعمرك تحدى كل الحواجز كسرها لهالحواجز تحكي من هيك من قلبك عن الارزي وعن الجيش اللبناني ليش مايكل بحبه من قلبي لانه بدي لبنان اللون الواحد والجيش اللبناني عن جد لونه واحد قد ايه قدرت تساعد بهالشيء مايكل قد ايه قدر تساعد انه يصير عن جد لون واحد بكل ما بقدر من طاقه بتآمن بيلي عم تعمله بيوصل رسالتك لكن لو ما عم بآمن اكيد يعني تخيل حالك انت على صخره الروشه وعلقانه هيك ما عم فيك تستعمل جسمك عم تستعمل بس ايديك والدنيا كلها الاراده والايمان كله ايمان وكثير مبسوطه بالانتوراج اللي كان معنا اللي هو يعني حاسس حالي بامان طالع ماني خايفان من شيء رح اعملها ولو شو ما صار بدي احط الارزي على صخره الروشه يعني الله يقويك انت اعطيتنا القوه اليوم وانت اللي خليتنا هيك نتشجع ونطلع لقدام بس بدي خبرك انه كان في صبيه كمان بتعرفك اجت عطيت شهادتها وقالت انه هي استمدت قوتها من القوه اللي انت اعطيتها اياها والنائب سيمو ابي رميه مرافقنا من الصبح كان عم بيتابع ثانك يو فور كومينج لا ولو طبيعي مايك بتعرف بدي اقول شغله باسم كل دوله لبنانيه باسم كل الشعب اللبناني بقول لك عذرا مش شكرا عذرا لانه ما حدا قام بواجبه كاملا اولا تجاهك
ثانيا اتجاه كل يلي بتمثلهم ذوي الحاجات الخاصة، وثالثا كل الرياضيين أبطالنا يلي عم بيرفعوا اسم لبنان ويحطوا علم لبنان يشكوه بكل المحافل الدولية، وانت بتعرف انك واحد منهم وما حدا قام بواجباته اتجاههم اتجاهكم. انا بدي اقول لك عذرا، وراح اعطيك كمان لانه مرة طلبت مني بتذكر شهادة تقدير لك، انه بنشكرك على انجازاتك الرياضية الهادفة الى دعم وتعزيز دور ذوي الاحتياجات الخاصة بمجال الرياضة. يا ريت نشوفها على الكاميرا هيدا قبل ما تعطيها. مايكل طلبها كذا مرة، كان حاكي أنا وياه بالموضوع عطول كنت أجل وإجت هيدي المناسبة. مايكل بلك شكرا وعذرا، شكرا وعذرا، شكرا وعذرا ثلاث مرات لأنه الدولة هاملة وضعكم وراح أعطيك إياها. هيك منشم عرقه لمايكل، العرق اللبناني الأصيل. بالفعل بالفعل مظبوط. وتراب صخرة الروشة ما في أحلى من هيك تراب. وهون إذا فيني بس أشكر كل الناس اللي كانوا معي عم يوصلوا الرسالة، لأن البحر هو لقلنا، نظافته من إيماننا، شواطئنا لقلنا الأزرق الكبير. بدي أوجه رسالة كانت مدام دريس كمان وحكيت عنك، وبدي كمان أشكر نقابة الفيزيكال ثيرابي اللي كانوا مراقبيني كمان بكل شيء، النقيب خليفة كان خليفة كان كمان موجود معنا. وبدي أشكر كل الناس اللي نسيتها وما نسيتها، بدي أشكر فينيكس وخاصة نعمت فريم اللي عم يفوت بهيدي التكنولوجي اللي قريبا رح تسمعوا عنها. خبرنا عنها شوي لأنه عم نتسائل. يعني نحن we are investing in the mind and in the spirit، وهلأ نحن مبدئيا لبرج خليفة مع فينيكس ماشينريز والجامعة الأليو عم نعمل هذا الريسيرش كرمال نطور الشيء اللي اسمه الأورثوتكس اللي هو الأبارياج اللي بيثبت تفي واحد يقدر يمشي، يعني يمشي خطوة عادية يعني. نعم. وهون ما فيني إلا ما أكل حالة تبا لازم نشكر حدا، نحن لازم نشكرك كل الشعب اللبناني اللي كانوا معنا عن جد سبورتس اكسبرتس وسالومو وكل الناس. نحن اللي بدنا نشكرك، وبعتقد كل باسم الشعب اللبناني اللي عم يحضر بلبنان وبارات لبنان واللي اجوا من الصبح عم بيكبوك، وانت بعيد كانوا عم بيهتفوا لك ويزقفوا لك ويشجعوك، نحن بدنا نشكرك والله يكثر امثالك. وبعتقد انت اليوم عطيت امل لكثير من الشباب والشابات مايكل، لا الصبايا والشباب يلي هن من ذوي الاحتياجات الخاصة، برأيك اليوم انت معهم كسرت هيدا الحاجز، وبرأيك انتو بتدفعوا الدولة اللبنانية والأجهزة المعنية انه تعتبر هدول المواطنين هن مواطنين مثلهم مثل غيرهم، تعطيهم حقوقهم وواجباتهم كما يجب؟ ليك اول شيء انه انا برفض تكون تاجد، انا ما عندي اي شعار ولا انا ماني جزء تفيك تقولي عني هيك، انا اصلا مواطن لبناني وعلى راس السطح اليوم بهنيه. واللي بده يقول عني مثلا عندي اعاقه بقول انه كل واحد منكم على عنده اعاقه، لان الاعاقه هي نفسيه التفكير. مظبوط. عرفتي؟ وبدك بدك تكسر الحاجز، بدك تمدي محله جسور، وانا مآمن بوطني ونحن الدوله ونحن الوطن، بدنا نحط كلنا ايدينا بايدين بعضنا، واللي عنده مظبوط اعاقه جسديه او اعاقه فكريه لازم يشيلها ويعرف انه نحن عايشين بلبنان وهذا لبنان لنا. نحن بدنا نشكرك مايكل، واكيد بوعدنا بالنشاط التالي معك، نحن لحقينك على الدعسه. ثانك يو. مش مهم مش مهم. عن جد بدي اشكر بس بالنهايه معالي الوزير الياس ابو صعب اللي خلى لي هذا الحلم يصير حقيقه، وهو اللي عم يشتغل لي هيدي مع الاي او دي كرمال الله راضي. واجبات كل الطبقه السياسيه معلي، هلا انا هون دوري واجبات كل الطبقه السياسيه من راس الهر والاسفل الهر. ما بترحم نظر الطبقه السياسيه اليوم ليش؟ مش مهم الواجبات، انه هن يقدموا كل شيء للمواطنين وهن يشكروا المواطنين اللي عم ببيضوا صوره لبنان. كان يعني تفضل مايكل. انا بس بدي اشكر كمان الناس اللي I did something for the world. يعني عملت أنا اليوم مش بس رقم لبناني، عملت رقم عالمي بهذا المجال. بدي أشكر كل السفراء اللي كانوا موجودين هون. بدي أخصص بالشكر سعادة السفيرة أنجلينا إيكهورست اللي دعمتني ومشيت كانت معي. كانت قاعدة معنا وكانت فخورة فيك كتير. حبها كتير. وبدي I want to give تحية للأصحاب الأمريكان اللي كانوا كمان مواكبيني وحني هلأ هون. Thank you so much for them coming here. عن جد from the US Embassy and the US Army. مرسي لك لأنك عطيتنا لهيدي الفرصة. غياس نحن للأسف انتهى مشوارنا لليوم، مع أنه هيك يعني لأول مرة. شخصا أنا بنهاركم سعيد، يعني ما تزعل مني سعادة النائب، بس هيك أنه زعلانة أنه خلصت الحلقة. قبل كنت انبسط أنه تخلصها. لا هيدا
هيدي لطشه. بس هيدي مش للكل، انا بتقلي كمان بحب انه ما تخلص الحلقه معك. عم بيورطني هلا. نحن انتهت الحلقه، بس بدي اقول اكيد رح يكون في كليب كثير حلو رح نحضره نحن كمان ومايكل وسعاده النائب. بدنا نشكر اكيد حس المتابعه، مزبوط. كل اللي تابعونا نحن، اللي تابعونا لايف واللي تابعونا من بيوتو واللي تابعونا من برات لبنان واللي كمان الفولورز على تويتر وعلى فيسبوك عم بيبعثوا لنا تعليقاتهم وحتى صورهم لهيدي من هيدي وهيدا الحلقه. بدي ارجع اقول هيدا حدث رياضي بلش وانتهى، لانه صايره بلبنان الاحداث الرياضيه بتبلش وما بتنتهي مع مايكل حداد. بتنتهي مع مايكل بنلاقي حل لموضوع الباسكت حدا يعني 100%. مايكل بس بدي لك شغله، لما وصلت على الصخره وحطيت العلم وحكيت هذا الكلام كلنا سكتنا، بعتبر الكلام يلي قلته هو الكلام اللي كلنا لازم نردده ونفكر فيه بممارستنا اليومية. معاليك هذا الكلام اللي سيمون هذا اللي هذا الكلام اللي خلاني أطلع وما فيك تنسى انه جنرال روكوس كان معي على الجهاز. هذه اهم شغله. نحن بدنا نشكرك مايكل، بدنا نشكر قائد الجيش العميد شامل روكوس، قائد فوج المغاوير، كل عنصر بالجيش اللبناني، كل جندي مشغول، كل الاكيب التقني، اضاءه، تصوير، بث مباشر، مخرج الاستاذ سعيد حبيقه، جوي ظاهر، كل اللي موجودين معنا، كل مصورين. بعتذر يعني اذا بدنا نذكر كل الاسماء، يعني بنذكر كل ال بي سي، كل اسره ال بي سي موجوده هون. انتهت حلقتنا لليوم زياد، انا بشكرك المره الثانيه بنتشارك بحلقه، وان شاء الله خير لقدام مع الزميل زياد ديبرا، والى اللقاء مشاهدينا بموعد اخر.